تحياتي لكم مشاهدينا الاعزاء من ملعب الملك فهد، معكم فارس عوض من كابينة التعليق. اصحاب الارض بحاجة لتحقيق الانتصار من اجل حسم هذه السلسلة لمصلحتهم. فريق اشبيلية ضد بروسيا دورتموند، اصحاب الارض يسعون خلف الحسم اليوم، التوقعات كبيرة، الجماهير تطالبهم بالحسم والانتصار، الضغوطات ايضا كبيرة وما حتصبح الاثارة اكبر، والمتعة منتظرة بكل تأكيد. ولا مع تشكيلة فريق إشبيلية الرسمية لمباراة اليوم. فريق ممتاز في مسألة الضغط العالي في كل مكان في أرضية الملعب، عند فقدان الكرة يتحول تكتيك الفريق سريعا بالضغط والجري في الكرة في كل مكان، حتى لا يعطي الخصم أي وقت ولا مساحة للتفكير ولا للتمرير بشكل سليم، وبالتالي يحصل على الكرة مرة أخرى. يعتبر ملعب الملك فهد الملعب الرئيسي لأندية الرياض، يلعب في نادي الهلال والشباب والنصر، أندية لها جماهيرها الكبيرة في السعودية وأيضا في الوطن العربي. هذا الملعب اللي نفتخر فيه حقيقة، لأن تحفة معمارية سواء من الداخل أو من الخارج تشوفه يخطف القلب أيضا ويحبس الأنفاس. مباراة تبدأ من عند إشبيلية، تمريرة غير دقيقة تذهب للمنافس. لوك دي يونغ، إيفر بانيكا، بانيكا بيعدي فيها، بمر بيعدي، تصدي مثالي. ركنية باتجاه المنطقة، كرة لم تحمل أي جديد في النهاية. ماركو رويس عليه ضغط متقدم لاستخلاص الكرة، ضاعت الكرة من بروسيا دورتموند. حتى الإمكانية هنا، كرة خطيرة للتقدم في النتيجة، تدخل مثالي من الدفاع، تشتيت الكرة بعيدا عن المنطقة، يعود بالكرة مرة أخرى. خيسوس نفاذ، تسديدة لكن جانبية بعيدة عن المرمى. إيفر بانيكا، مباراة صعبة وراح تكون متكافئة من الطرفين، إشبيلية سيقابل خصم. هذه هي فرصة هدف، لابد أن تستغل هذه الكرة. في المرمى، هدف أول في هذا اللقاء، أصبحت الأمور أكثر إثارة، اشتعلت الآن، احترقت في هذه اللحظات. الله على الإعادة، على المرور، على الانطلاقة، على المهارة، على النهاية لهذه الكرة. هدف ملعوب جاء من لعب جماعي مميز. تقدم لصالح دورتموند. سيرجي غوميز، دي يونغ، تمريرة سيئة والآن فقدان الكرة. عند الكرة الآن، فرصة لكرة عرضية خطيرة الآن. عرضية على القائم القريب، تركيا تصدى والخطورة مستمرة. يستعيد الكرة بتدخل سليم. ماركو رويس، ما زالت الكرة عند ماركو رويس.
التمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة. لوك دي يونغ بمروءة تقدم الكرة. كرة هدف في هذه اللحظات، هدف في مصلحة إشبيلية. بدون أي صعوبة، بدون أي معاناة، المرمى خالي، يتابع هذه الكرة، كرة ما كانت تحتاج لأي مهارة استثنائية. هذه عادة للهدف من زاوية أخرى. هدف التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1. ماركو روز فرصة والمساحة موجودة، لابد أن يتصرف. يا رب روز يفعلها، يضع الكرة في الشباك، لا يمكن إيقافه في هذه المواقف، يعرف طريق المرمى جيدا. الله على شخصية الفريق الكبيرة، الرد لا تأخر، هدف يأتي في مرمى وسرعان ما يحتفل بهدف التعادل. حيرة كبيرة على وجه المدرب اللي يعرف بأن فريقه بحاجة لتقديم أداء أفضل، خاصة إذا ما راد بأن يعود في هذه المباراة. إشبيلية متأخر الآن. تدخل نظيف يفتك الكرة بدون أخطاء. تسديدة من مسافة، سوسو، تصدي من رومان بوركي. أمريكان أشرف حكيمي. الكرة بتصبح في سيطرة الفريق المنافس. يسير بالكرة باتجاه المرمى. دي يونغ. إيفر بانيكا. تدخل سليم يبعد الخطورة. بوركي يبعد الكرة لكن ما زالت في الملعب. بعد ما أبعد الكرة الخطرة الأولى، حارس المرمى ينجح الآن في مسك بالكرة ويحافظ على التألق في هذه الهجمة. أوليفار توريس يستخلص الكرة الآن، تدخل قوي لكن بدون أخطاء. أمريكان سانشو هنا في مكان خطير، كرة بعيدة جدا عن المرمى. اكسل فيتسل. بروسيا دورتموند يفقد الكرة. قد تكون هذه الفرصة. عرضية تصل للناحية الأخرى. كانت عرضية ملعوبة بطريقة ممتازة لكن مرت بسلام. بيلعب الكرة. الله على الارتماء من حارس المرمى. شوف التصدي. ركنية تنفذ في منتصف ال 18، لم يبعدها وما زالت الخطورة
كرة بتعدي من فوق العارضة، حظ سيء في اللقطة الماضية، حاول يلعب لك كرة لوب من فوق حارس المرمى لكن ضاعت اللقطة. كم ممكن يسجل هدف جميل في اللقطة الماضية؟ المدرب غير راضي تماما عن ضياع هذه الفرصة، شوف الانفعال الواضح، ردة الفعل الكبيرة. فرصة مثل هذه الفرصة كم من الممكن بأن تأتي بالتعادل؟ أوليفر توريس، إيفر بانيكا، خيسوس نافاز، بينية تضرب الدفاع، بانيكا فرصة التعادل الآن، التعادل من جديد. أي ندية وأي إثارة، كل فريق غير قادر على فرض أسلوبه وسيطرته على المباراة. شوف القمة، شوف التكافؤ حتى الآن. هدف تعادل يأتي في وقت حاسم قبل أن يطلق الحكم صافرته معلنة نهاية الشوط الأول. الآن كل مدرب عليه أن يغير من حديثه الذي كان يجهز لغرفة الملابس. والتعادل يعود مرة أخرى في هذا اللقاء. نعود إلى نقطة البداية من جديد. تمريرة بدون تركيز والكرة الآن مقطوعة تذهب للفريق الخصم. 3 دقائق يحتسبها حكم المباراة كوقت مضاف. الفريق ينجح الآن في قلب السيطرة لمصلحته في هذه اللحظات. ينطلق بالكرة، يتقدم فيها. تدخل ممتاز هنا. ضاعت الكرة من بروسيا دورتموند. كرة وضربة حرة لدورتموند. بروسيا دورتموند يفقد صافرة الحكم. توني الشوط الأول 2-2. شوط أول متقارب جدا بين الفريقين، من الصعب علينا أن نتوقع تفوق فريق على حساب الآخر في نهاية. هذه هي فرصة. دورتموند يعلن عن بداية الشوط الثاني. رافائيل غوريرو، ماركو رويس، إمريكان، كيف راح يتصرف؟ فرصة خطيرة الآن، كرة بتضيع، فرصة كانت ثمينة، فرصة هدف محقق لكن الكرة راحت. يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة، ينقذها حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة. بالخلف بالعرضية الجميلة، محاولة هدف تقدم. الله على اعتراض التسديدة، تسويبة كانت سهلة وحارس المرمى يتصدى. الإثارة كبيرة هنا مشاهدينا في هذا اللقاء. الأرقام توضح حقيقة هذه المباراة الممتعة من فرص هنا وهناك، محاولات من الطرفين تجعلنا نتمنى بأن لا تنتهي هذه القمة. ضغط على بيتشيك، لوكاس بيتشيك، انطلاقة للأمام، حلوة الكرة. من الصعب مخادعة حارس المرمى من مثل هذه الكرات أو هذه المسافات. إمريكان، ضربة حرة لإشبيلية. تبديل الآن في تشكيلة فريق بروسيا دورتموند. دفع بلاعب من دكة البدلاء راح يكون لتجديد المجهود حقيقة، إعطاء مزيد من الحيوية، محاولة إرهاق الخصم أكثر بلاعب من على دكة البدلاء. رمية تماس لدورتموند. أكسل فيتسل،
رافائيل غوريرو. استغلال سليم جدا من بروسيا دورتموند للأطراف. بمروءة تقدم الكرة. عرضية سهلة في يد حارس المرمى. فرصة ضاعت وتحولت للفريق المنافس. بيعدي فيها بمر بيعدي فرصة متاحة. تقدم يأتي في هذه اللحظات. سيناريو سيتغير بالنسبة لكل فريق بعد هذه النتيجة. نتيجة تعطي الأفضلية للفريق اللي تقدم. ضغوطات تتحول على الطرف الآخر. هذه اللقطة الله على اللمسة، الله على الإرسال، الله على الدقة، لا يمكن أن يسأل عنها حارس المرمى. دورتموند متأخر في النتيجة. فرصة والمساحة موجودة. رأي وتسلل على ماركو رويس. ممكن التعادل. كرة باتجاه المرمى وجدت الحارس بالمرصاد. ركنية في البوكس من برافو التصدي من حارس المرمى. يلعبها للخلف بعد عرضية ممتازة. فرصة ما زالت قائمة بعد تصدي حارس المرمى. موقف خطير الآن. كرة هدف يا ماركو رويس. فرصة غريبة جدا بتضيع على بروسيا دورتموند. كانت فرصة كفيلة بتعديل الكفة. نشاهد كرة هدف في هذه اللحظات. أي فرصة ضاعت هذه الفرصة. حارس المرمى يقع في المحظور وقد يدفع الثمن فريقه. يا لعيب دورتموند يسجل. هدف يسأل عن الدفاع. أين كانوا؟ لأن حارس المرمى قام بدوره، صد الكرة في المرة الأولى، ارتدت إلى الخصم، تابعها بدون أي رقابة. والتعادل يعود مرة أخرى في هذا اللقاء. نعود إلى نقطة البداية من جديد. كرة وضربة حرة لدورتموند. من
مباراة مثيرة في الملعب مشاهدينا، شوف الإحصائيات اللي تعكس ذلك، أرقام الاستحواذ والسيطرة، الفرصة بعد فرصة، كرة أخيرة للتقدم الآن، إكسل فيتسل، كرة بتعدي بجنب المرمى بدون أي مشاكل. سوسو يتقدم بالكرة للهجوم، عرضية تصل في وسط منطقة الجزاء، الله على اعتراض التسديدة، ماتس هوميلز كرة عرضية لا تتجاوز أول مدافع، تصدي من رومان بوركي، شوف الآن تظهر فعالية الضغط العالي، يحاول أن يشكل خط سوسو، الله على التصدي يا بوركي، تصدي ممتاز، كرة بتعدي من فوق العارضة، كانت تسديدة رائعة من بعيد، لم تباغت الحارس الذي كان حاضرا لها، في الإعادة أمامنا تصدي رائع من حارس المرمى، يمنعها من الدخول، ينجح في الدفاع عن مرماه، تنفيذ الضربة الركنية في وسط منطقة الجزاء، تصدي ممتاز من بوركي، يتألق والكرة تخرج من فوق العارضة، بيلعب الكرة الوسطى 18، ضربة قوية من الحارس يبعد بها الكرة، اوهو حارس المرمى يستبسل في هذه اللحظات، كان قريب من التسجيل لكن حكم الراية وقف في اللعبة، كرة كان ممكن تغير مجريات هذه المباراة، فرصة كادت بأن تغير أحداث المباراة لولا صافرة الحكم التي أعلنت عن وجود تسلل في هذه اللقطة، الإثارة تتواصل حتى النهاية مع مباراة مثيرة بين الفريقين، يفقد الاستحواذ ماريو جوتزا، فرصة خطيرة الآن، أوهو ماذا يفعل الآن؟ مستحيل، هدف في الدقائق الأخيرة، هدف يكون هدف التقدم الآن، هدف الفوز في هذه اللحظات، دقائق قليلة متبقية، قد لا تكفي للعودة في المباراة، ما نحتاج لا الخبراء ولا المحللين في كرة القدم أن يقولون لنا أن هذا هدف الفوز، إصرار على تحقيق الفوز في الثواني الأخيرة حققوا هذا الهدف، هدف التقدم الآن قبل صافرة النهاية بقليل، هدف قد يحدد هوية الفائز في هذه المباراة، المباراة توقفت كثير وبالتالي حكم المباراة يحتسب الوقت بدل الضائع كأربع دقائق، دقيقة الأخيرة من عمر المباراة، عنده قدرة رائعة في قراءة الخصم، نقل الكرة باتجاه الهد، يهرب بالكرة، مر فيها، طلب فيها، راح، يا رب، هدف في منتهى الروعة، التعادل في اللحظات الأخيرة، في الوقت اللي ظن فيه الكل بأنهم قد خسروا المباراة ها هم يعودون ويسجلون هدف التعادل في الوقت بدل الضايع، والآن نعود مرة أخرى لنقطة البداية مع هذا التعادل في لقاء مليء بالتحولات والمتغيرات،
بعد مرور 90 دقيقة الفريقان يفشلان في فك الارتباط. تتواصل الإثارة مع انطلاق الشوط الإضافي الأول بانتظار الحسم في قادم الدقائق. يفقد الكرة. يا عيني على الكرة البينية من ماركو رويس. الحارس يمنع الكرة لكن الكرة ما زالت خطيرة. بيخلصها من الدفاع هنا ماركو رويس. القوة ليست كل شيء. شوف كرة تخرج بهذا الشكل بعيدة جدا عن المرمى. إيفر بانيكا استغلال الأطراف من إشبيلية. منير الحدادي. بوركي يبعد الكرة لكن ما زالت في الملعب. بينفذ الركنية. أرسل كرة رأسية لكن الكرة بعيدة عن المرمى. واضح تأثير الضغط الدفاعي في اللقطة الماضية. المدرب يبحث ويتمنى أيضا بأن يستمر لاعبوه على نفس المنوال وعلى نفس الكيفية وعلى نفس الحماس حتى يتقدم الفريق في النتيجة. ماتس هوميلز. أكسل فيتسل. رافائيل غوريرو. فيرناندو. لوك دي يونغ. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. كرة مثالية وعرضية منتظرة. إيفر بانيكا. تمريرة سيئة تذهب للفريق الخصم. الحارس بيخلصها وبيشتت الكرة. منير الحدادي. منير الحدادي. دورتموند يستعيد الكرة. يفتكها داخل المنطقة. قد نشاهد كرة هدف في هذه اللحظات. كرة في المرمى بعد ضغط عالي جدا. هدف يحسب بالتكتيك اللي يقدم الفريق لاسلوبه في هذا الضغط المنظم والمكثف لاستعادة الكرة. شوف اللقطة، شوف الإعادة، شوف المرور بكل سهولة. أشعرنا كما لو كان في الملعب أمامه فاضي تماما. هدف رائع. شوف ردة فعل المدرب، شوف تأثير الهدف الآن اللي تقدم من خلال الفريق، شوف السعادة الواضحة جدا. دورتموند متأخر في النتيجة. حكم اللقاء يضيف دقيقتين كوقت بديل. يأتي فيها، يتقدم فيها. يا الله ضاعت الكرة. غريبة جدا، واحد على واحد مع حارس المرمى، كم ممكن؟ إلى مشاهدينا ينتهي الربع الساعة الأول من الوقت الإضافي، وبعد لحظات راح يبدأ الشوط الثاني و15 دقيقة أخيرة في هذا اللقاء. لوك دي يونغ بمرواته.
ضربة البداية، انطلاقة شوط المباراة الإضافي الثاني. ضاعت الكرة من ماركو رويس. اكسل فيتسل، رائع في قراءة الفريق الخصم. ضغط عالي، متقدم وواضح. فرصة خطيرة الآن، فرصة غريبة جدا بتضيع على بروسيا دورتموند. كانت فرصة كفيلة بتعديل الكفة. بروسيا دورتموند يفقد الكرة. منير الحدادي أمام مساحة في هذه اللحظات. هدف في مصلحة إشبيلية. لقطة لمهارة استثنائية، لانطلاقة خيالية، لاختراق غير عادي من الدفاع، لنهاية في الشباك. هدف في منتهى الروعة. اللعب يستأنف الآن من وسط الملعب في مباراة حقيقة حضرت فيها العديد من الأهداف حتى اللحظة. نلعب الآن في الثمان دقائق الأخيرة من عمر اللقاء بالشوطين الإضافيين. تمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة. سبع دقائق فقط تفصلنا عن صفرة نهاية الوقت الإضافي. يفقد الاستحواذ. محاولة هجومية هنا. مر فيها، انطلق فيها، راح في وقت صعب. تأتي الفرصة لتقليص الفارق، لكنهم يرفضون الاستغلال، يرفضون عودة الأمل في اللحظات الأخيرة. التمركز الجيد الآن، يقطع من خلال الكرة. حارس المرمى ببراعة يتصدى. الله على لقطة، حارس ممتاز، كان متوقع بأن يتصدى لها. تسويبة جيدة من مسافة بعيدة، تصدي أروع لحارس المرمى. في الإعادة أمامنا، تصدي رائع من حارس المرمى، يمنعها من الدخول، ينجح في الدفاع عن مرماه. ديكو كارلوس بقبضة حارس المرمى يخرج الكرة بعيدا. ضغط لا يتوقف، وركنية أخرى. تنفيذ الركنية في منتصف منطقة الجزاء. الموقف قد يصبح خطيرا الآن. كيف راح يتصرف فيها؟ لوك دي يونغ، فرصة الآن. إيفر بانيكا، تمريرة غير دقيقة، وتأتي صافرة نهاية المباراة. والآن تبدأ الاحتفالات بالانتصار في السلسلة. شاهدنا مستواهم على مدار السلسلة وفي أكثر من مباراة، ونعرف جيدا بأنهم يستحقون هذه الفرحة قياسا بما قدموه، قياسا بما بذلوه. حسموا السلسلة لمصلحتهم. فرحة تأتي بعد تعب، بعد جهد، بعد عرق. أي طعم وأي مذاق لهذه الفرحة، وأي فخر بما حققوه في هذه السلسلة. نشكركم متابعينا الكرام، نتمنى بأن تكونوا قد استمتعتم بهذه السلسلة. لوك دي يونغ بمروة تقدم الكرة. كرة هدف في هذه اللحظات، هدف لمصلحة إشبيلية. فرصة والمساحة موجودة. لابد أن يتصرف. يا رب، رويس يفعلها، يضع الكرة في الشباك. خيسوس نافاز
بينية تضرب الدفاع، فرصة للتعادل الآن، التعادل من جديد. أي ندية وأي ثارة، كل فريق غير قادر على فرض. حارس المرمى يقع في المحظور وقد يدفع. يا لعيب دورتموند يسجل. ماريو جوتا، فرصة خطيرة الآن. أوهو، ماذا يفعل الآن؟ مستحيل، هدف في الدقائق الأخيرة، هدف يفتك داخل المنطقة. كرة في المرمى بعد ضغط عالي جدا، هدف يحسب للتنفيذ.